معي الدكتور ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور ناصر. إذا المسمار ما قبل الأخير بنعش داعش، هذا طبعا يجعلنا نتحدث ونتوقع شراسة في واستماتة في الدفاع داعش، كيف تتحضرون؟ تعبير ربما يكون صحيحا جدا. تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. من عن اللغط وفي عجالة، أريد أن أوضح شيئا بسيطا. أن الطبقة مكونة من مدينتين اثنتين، مدينة الطبقة القديمة ومدينة الثورة الحديثة بجانبها، وما تحرر منها حتى الآن هي المدينة القديمة. المدينة الجديدة المكونة من ثلاثة أحياء، تم تحرير الحي الثالث ولا زال الحي الثاني والأول فيه اشتباكات مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية وبقايا داعش المتحصنة في هذه البنايات، بالإضافة إلى قسم من جسم أسد لا زالت تتحصن فيه خلايا داعش الإرهابية. حقيقة المعارك في الطبقة كلها كانت قاسية، ونحن نعتقد أن حجم الخسائر التي تلقتها داعش وحجم القيادات التي قتلت والاستسلامات التي حصلت في الآونة الأخيرة بين عناصر داعش كلها تنبئ أن المعركة بدأت تصل إلى نهاياتها في مدينة الطبقة. استخدمت داعش خلالها مئات السيارات المفخخة ومئات الانتحاريين، ونحن نعتقد أن معركة داعش الآن أو أن ما تقوم به داعش الآن ليست إلا من قبيل تحصيل حاصل، لم تستطيع أن تصمد كثيرا ولا طويلا، ربما تستخدم آخر ما لديها من مفخخات وآخر ما لديها من انتحاريين، ونحن نعتقد أن المسألة باتت قاب قوسين أو أدنى من التحقيق كليا، ويكون فعلا المسمار ما قبل الأخير قد دق في نعش داعش قبل معركة الرقة. طيب من جديد دعنا نفصل ونوضح أي بجزء، يعني قلت نتحدث عن جزئين هنا من طبقة باتت تحت أو استعادتها قوات سوريا الديمقراطية من داعش، لأن حضرتك تقول أنه تصل لنهايتها معركة طبقة، ونحن قلنا حسب سوريا الديمقراطية تحرير كامل طبقة من داعش. نعم، مدينة الطبقة يطلق على القسم القديم من المدينة. القسم القديم من المدينة تحرر بالكامل. القسم الجديد الذي أنشئ مع بناء السد وهي المدينة الجديدة، يطلق عليها أحيانا الطبقة الجديدة أو يطلق عليها أحيانا مدينة الثورة، هذه بناها النظام بعد سد الفرات لموظفي السد. هذه مجرد عبارة عن ثلاثة أحياء كبيرة، بنايات عالية. هذه الأحياء تم تحرير حي منهم، الحيين الباقيين الاشتباكات لا زالت مستمرة، والمدينة بالكامل هي متوقعة بالإضافة إلى بعض المجموعات الموجودة في جسم السد. ما التحديات التي تنتظركم بالأحياء المتبقية، حيين مفروض وفق كلامك سيد ناصر؟ هي المعركة، هي كما قلت المعركة الأخيرة، وداعش ستستخدم كل ما لديها من ما تبقى لديها من مفخخات ومن انتحاريين وما شابه ومن قناصين، وتحاول قدر الإمكان أن تعرقل. هي عملية عرقلة فقط، ليس فقط يعني لن تختلف عسكريا معركة الطبقة الجديدة إذا ما قارناها بالتقدم والمعارك التي خطموها بالقسم القديم. لا، بالتأكيد بالتأكيد أعتقد أن داعش بات لا يملك أي أمل في المقاومة ولا في النصر ولا في النجاح. عمليات الاستسلام قد بدأت وعمليات الفرار بدأت وفر كثيرون منهم، والبقية الباقية ربما مجرد تحصيل حاصل سيحاول عرقلة هذا التقدم بقدر ما أمكنهم ذلك، وهذا لن يجدي نفعا لأنه لم يعد يملك تلك الإمكانيات. طيب واضح دكتور ناصر، إلى أي درجة تولون اهتماما لما بعد التحرير، يعني حتى بعد تحرير الطبقة القسم القديم منها، إلى أي درجة مهم؟ يعني يحكى دائما بأنه ما بعد التحرير هي أيضا مرحلة مهمة جدا ولا يجب إغفالها. بالتأكيد بالتأكيد أختي العزيزة، وأنا قلتها دائما ومن على شاشتكم هذه وغيرها من وسائل الإعلام، إن إعادة المناطق المحررة من داعش، إعادة تأهيل المناطق المحررة من داعش تكاد تكون من الصعوبة بمكان بقدر تحرير هذه المدن من داعش، لأن داعش خصوصا في هذه المناطق قد طال أمده، ولذلك فعل فعله في كل صنوف الحياة، خصوصا أن هذه المناطق بحاجة إلى إمدادات وإغاثات وإعادة بنية تحتية وما شابه.
كل هذه بالإضافة إلى إعادة تأهيل البشر والناس من سيطرة داعش الظلامي الذي كان غريبا كليا عن أهل الطبقة. أنا أشكرك جزيلا دكتور ناصر حاج منصور مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية.